أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة تساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، وذلك بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلا. يأتي هذا في إطار حزمة إجراءات تهدف للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب لتحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.